تستمر المعارك في حلب ويستمر الثوار محاولتهم كسر الحصار عن المدينة. لمتابعة آخر التطورات العسكرية في معركة حلب أو في ملحمة حلب الكبرى معنا الآن أبو جميل وهو قيادي في فيلق الشام. أبو جميل السلام عليكم بداية، لو تشرح لنا سير المعركة في حلب، إلى أين وصلتم، ماذا تم تحريره أو إنجازه حتى هذه اللحظة، لو تعطينا فكرة عامة عن سير المعركة، ماذا تم تحريره وما هي وجهتكم في المستقبل؟ حياك الله وبياك أخي الكريم. منذ 4 أيام بدأنا في هذه المعركة العظيمة، حيث من الله علينا في المرحلة الأولى بتحرير الضاحية ومنيان ومناشر منيان والكرتون والمستودع، وبإذن الله تعالى مستمرون للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي بإذن الله تعالى مشروع 3000 وحلب الجديدة والأكاديمية والكليات بإذن الله تعالى. ما هي أهمية المناطق التي حررتموها، سواء كان ضاحية الأسد أو منيان أو مناشر منيان أو المناطق التي حررتموها في المرحلة الأولى؟ طبعا أخي الكريم، هذه المرحلة الأولى تعتبر الخط الأول للنظام من الناحية الغربية لمدينة حلب، والنظام يعول على هذه المنطقة بشكل بأنها محصنة بشكل جيد، ولله الحمد استطعنا كسرها وخرقها. طيب، يعني هناك من يتكلم أن ملحمة حلب الكبرى أو معركة حلب توقفت أو قد تتوقف، هل سوف تتوقف فعلا معركة حلب أو أنها ستستمر، وما هو هدفها الحقيقي؟ يعني ما هو الهدف الحقيقي، هل هو كسر الحصار، هل هو تحرير كامل المدينة، أم لديكم أهداف أخرى؟ أخي الكريم، منذ المعركة الماضية لفك الحصار إلى الآن لن نتوقف، فبدأنا منذ أربعة أيام المرحلة الأولى، وسوف نقوم بالمرحلة الثانية، ولكن هناك تجهيزات للمعركة، لا يمكن أن نقوم بمعركة إلا أن تكون مستوفية كل الأمور بإذن الله تعالى. ما هو الهدف العسكري من هذه المعركة؟ هل هو مجرد فك الحصار عن المدينة أو أن لديكم أهداف أخرى؟ أخي الكريم، الهدف أكبر من فك الحصار، الهدف هو تحرير مدينة حلب بالكامل بإذن الله تعالى، بشقيها الشرقي والغربي. طبعا مدينة حلب بالكامل بإذن الله. طيب، ما هي أهمية هذه المعارك التي تخوضونها الآن في حلب؟ يعني معركة حلب معركة تواجهون فيها الإيرانيين والروس ومرتزقة أفغان ولبنانيين وعراقيين، يعني ما هي أهمية هذه المعارك التي يعني أنتم أطلقتم عليها ملحمة حلب الكبرى؟ أخي الكريم، هذه المعركة معركة الأمة، حيث أن نجاحها أو فشلها لا سمح الله يعود على الأمة جميعا، ونحن نعلم تكالب الروس والصفويين والإيرانيين على هذه المعركة بشكل يعني كبير جدا، ونحن بإذن الله تعالى مستعدون لهذه الهجمة الشرسة من الدول التي أتت مع إيران وروسيا وحلفائهم بإذن الله تعالى. يعني أنت تريد أن تقول أن حلب هي خط أول عن كامل الأمة في مواجهة المحتل الإيراني. الآن يعني هناك تقارير تشير أو أن هناك ادعاءات من قبل النظام أن فصائل الثورة تستهدف المدنيين في حلب، وأن هناك ضحايا من المدنيين تم استهدافهم من قبل فصائل الثورة في القسم الغربي من المدينة. ما هو ردكم على هذه الادعاء؟ بالنسبة لنا نحن أخي الكريم لم نفكر في قذيفة واحدة إلى المدنيين. نحن لجأنا في هذه المعركة لخطة ذكية وهي تشكيل انغماسيين. بدأنا بتشكيل 400 انغماسي، وذلك لتخفيف القصف على المناطق المدنيين. نحن تم تركيز القصف على الأكاديمية، على الكليات، على مناطق التي هي قواعد عسكرية للنظام، ولكن بالنسبة للضاحية أو حلب الجديدة أو 3000 كما يذكر هذا النظام، نحن لم نرسل أي قذيفة. كما ذكرت لك، نحن لدينا لجان لإفراغ هذه المدنيين وتأمينهم والصرف عليهم من مواد إغاثية وغير ذلك. طيب، ما هي رسالتك للمدنيين الموجودين في القسم الغربي من المدينة بداية؟ يعني هؤلاء المدنيون الذين يقعون أو كتب عليهم أن يكونوا تحت سيطرة النظام، وهم الآن يعني بينكم وبين النظام، ما هي رسالتكم لهؤلاء المدنيون في القسم الغربي من المدينة؟ نحن منذ بداية المعركة أصدرنا بيان عن حلب الجديدة ومشروع 3000 والحمدانية أنها منطقة عسكرية، فوجه رسالة للمدنيين بإخلاء هذه المناطق، لأنه عندما يتم تحرير هذه المناطق يقوم النظام السوري والإيرانيون والروس بقصف المدنيين، بحجة المسلحين يقوم بقصف المدنيين، فأنصحهم بأن يخرجوا من هذه المناطق، وبإذن الله تعالى سوف نقوم بتحريرها وإرجاعهم عليها بإذن الله تعالى. طيب، ما هي رسالتك للمحاصرين في القسم الشرقي من المدينة وأنتم تخوضون كل هذه المعارك من أجل يعني فك الحصار عنهم؟ أقول لهم بإذن الله تعالى لن نخذل لهم ما دام أن النظام والروس والإيرانيون زعموا بفتح ممر آمن للمدنيين الموجودين داخل حلب وهم رفضوا. يعني تصور محاصر يعرض عليه بالخروج من الحصار ولم يرضى بأن يخرج من الحصار، فبإذن الله تعالى لن نخذل هؤلاء الناس الأبطال الذين صمدوا هذا الصمود في حلب. الله يجزيكم الخير، الله يعطيك العافية أبو جميل.